منح صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيار رئيس الدولة حفظه الله سعادة عيسى محمد غانم السويدي الرئيس التنفيذي لمجلس أبو ظبي للاستثمار وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، وذلك بتوصية من سمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تقديرا لجهوده وإسهاماته في خدمة الوطن خلال توليه مسؤولياته ومهامه المختلفة. وسلم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان سعادته الوسام خلال مراسم أقيمت في قصر الوطن بأبوظبي.